وللحديث أكثر عن تداعيات فيروس كورونا والإجراءات الوقائية لمكافحته ينضم إلينا عبر الهاتف عضو شعبة التثقيف الصحي في وزارة الصحة الدكتور عباس فرهود حسين. بداية مرحبا بك. يعني دكتور، مع الانتقال السريع للفيروس والإشاعات المتزامنة معه، هل إجراءات وزارة الصحة يعني كافية للحد في حال تحديد إصابة لا سمح الله؟ تفضل. شكرا جزيلا. اولا احنا عندنا قانون الصحه العامه معروف، هو كل قوانين دول العالم تقريبا متشابه. ثانيا عندنا لوائح دوليه، وهذه اللوائح الدوليه تحدد حركه المسافرين حسب الاوبئه، حسب الازمات وغيرها، فهي كلها تحدد النظم الصحيه. اما بالنسبه للعراق، هل مهيئ؟ انت سؤالك انه حول اذا صار لا سمح الله، نعم، اي حاله بالعراق، اي حاله؟ نعم، احنا بالنسبه للفيروس، هو فيروس حقيقه متوسط الشده وسريع الانتشار. يعني عدد الوفيات اللي صارت مو بسبب الفيروس، الفيروس اقل شده واقل مرضيه، وفى من الايبولا اللي يقتل 50%، اقل شده من الميرس اللي يقتل 30%، اللي يسموها متلازمه الشرق الاوسط التنفسيه، اللي ظهرت ب 2012 و2014. الحمد لله احنا تجاوزنا هالازمات، اضافه الى السارس ما صارت اي اصابه. يعني اقصد كلامك عندكم تجارب بالنسبه للازمات السابقه، والحمد لله وشكر مثلا تعديناها. والفيروس ما يدعو الى الخوف ذاك، يعني الفيروس القاتل مثل ذني ذكرت. يعني هاي معظم دول العالم داخله بانذار وخايفه، يعني احنا لا احنا تسمعني احكي. بالنسبه للاجراءات الصحيه، الاجراءات الصحيه الموجوده صحيحه بحمايه كل الدول العالم اللي تتخذها احنا نتخذها، اضافه فحص. اما اذا ظهرت حاله فاكو قانون الصحه العامه مادة 46 47 48، هاي المواد تحدد وزير الصحة ان يتخذ اجراءات اللازمة بحفظ المرض. احنا بدينا في حماية الناس بتوفير، اولا سوينا لجان في كل محافظة، لجان عليا لمواجهة الازمة، اكو لجنة حكومية وكل لجنة وزارية وكل لجان في كل محافظات. في كل محافظة حددنا مستشفى للحجر الصحي، واذا ظهرت واحد باعراض مو شرط الا كورونا، انفلونزا، قحة، من الحجر نحوله الى العزل الصحي، ووفرنا كل المواد اللازمه للحجر الصحي. يعني اما الفيروس فمنظمه الصحه العالميه يعني حد اولا سوت طوارئ صحيه، يعني حد الطوارئ بالعالم، لان يعني فوق 30 بلد انتشر، وبلدان مثل اليابان، مثل كوريا الجنوبية انتشر بيها، مثل فرنسا، وأيضا حذرت دول العالم وأن تتهيأ لوصول فيروس لكل عالم. بالنسبة للأمراض الانتقالية، حقيقة ليس هناك حدود تقدر تمنعها الأمراض الانتقالية، وخاصة التنفسية ليس هناك حدود. فإحنا كل طيب دكتور، سؤال ربما يختص في الجانب الطبي، يعني هل هذا الفيروس مثلا به درجات مثلا تختلف شدتها من درجة إلى أخرى مثلا، وممكن السيطرة على درجات معينة؟ هو الفيروس الانفلونزا العادية أيضا ممكن شخص كبير مناعة الموسمية العادية مناعة ضعيفة، ممكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. بالنسبة للفيروس هو فيروس واحد أعراضه وعلامات، بس يهاجم المناعة اكثر شيء مناعه الاشخاص اللي مناعتهم ضعيفه، يعني مثلا كبار السن اللي عندهم امراض مزمنه، ضغط وسكري، او ياخذون ادويه مناعيه. يعني ايش تنصحون المواطن مثلا من خلال حملات التوعيه والتثقيفيه مثلا، ايش ننصح المواطن انه يتناول خلال هذه الفتره لتقويه المناعه دكتور؟ بالنسبه هل ممكن يصاب الاطفال
والكبار السن والشباب ممكن يصابون أطفال وكبار السن وتبقى على مناعتهم، لأن أساسا الفيروس لا يجد له علاج ولا يجد لحد الآن لم يجد له لقاح بالمستقبل إن شاء الله يوض. أما المناعة أولا التنوع بالأكل، الابتعاد عن الزحام، التجنب السفر للأماكن اللي أعلنت بها الفيروس، أيضا التجمعات البشرية، لبس الكمامة، أيضا غسل اليدين باستمرار، إضافة إلى الفواكه والخضار كلها يسموها مضادات الأكسدة، أيضا قول مناعة. أيضا أهم شيء هو تجنب الإصابة، وهذا تجنب الإصابة اللي حكيناها، غسل اليدين، لبس الكمامة. طيب دكتور، ما مدى صحة الأخبار اللي تناقلت يعني سواء على الفضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعي حول أنه هذا المرض إذا كانت درجة حرارة البلد أكثر من 22 درجة مئوية لا يمكن أن يعيش بهذا الفيروس؟ يعني لا ماكو، إحنا هذا بالنسبة هو يشبه هو تركيب الجيني يشبه السارس والكورونا اللي صار، ومنها الكورونا اللي هي نوع سارس ونوع ميرس واللي هي متلازمة الشرق الأبيض المتوسط اللي صارت بالسعودية بال 2012 بشهر تموز ودرجة حرارة تقريبا 50% وصار الناس عندهم ميرس اللي هو متلازمة الشرق الأوسط. فالحرارة ممكن أن تقلل من انتقاله، بس إذا واحد قحب وجه واحد مباشرة حتى لو حارة ممكن أن ينقل المرض. هاي وحدة، احنا نريد الشائعات تقلل من التصرف الصحيح. الحرارة ممكن تقلل من بقاء على السطوح فترة طويلة، يعني الحرارة ممكن هذا، بس يعني ممكن أن يصاب الشخص من شخص إلى شخص آخر حتى لو في ارتفاع درجة حرارة، وتقلل الاحتمالات هنا أكثر من الوقت اللي هو درجة حرارة الغرفة. أما إذا أقل من درجة حرارة الغرفة راح يبقى الفيروس أكبر، يعني إذا نقص أقل من درجة حرارة بأربع درجات ممكن أكثر، وإذا ارتفعت حرارته الحرارة ممكن يصاب الإنسان بس تقل الفرص الانتقال مالته. أيضا من الدعايات اللي نسمعها أو إحنا الإشاعات أو مش يسميها الخرافات إنه الحرمل مادة يستخدموها شعبيا، حقيقة لا تمنع إصابة الفيروس، بالعكس مرات بها مواد كيميائية مزينة على التنفس، إضافة إلى السمسم إلى البصل. البصل مادة والثوم مادة مضادة للأكسدة، تقوي المناعة بس ما تمنع الفيروس. الطريقة الأساسية بمنع الفيروس هو هذين اللي حكيناهم، تجنب الإصابة له بلبس الكمامة، بغسل اليدين المستمر بصورة صحيحة اللي هن سبع خطوات، وأيضا بالتعقيم الجلد دائما موجود بإيدنا، نتجنب الزحام، نتجنب الذهاب للأماكن المختلطة. إذا أنا مصاب، شخص مصاب وأعرف نفسي إنه صبت فلونزا أو قحة، ألبس كمامة، وإذا أنت كنت ملامس في بلد رحت البلد معين ولامست وظهرت عندي الأعراض، أنا أبلغ السلطات الصحية إنه أنا كنت في هذا البلد وظهرت فيروس ظهر بي وبدت أعراض فلونزا. هذين كل الأشياء تحمي نفسنا ونحمي الآخرين من شعبنا. نعم، ونتمنى يا ربي إن شاء الله شعبنا في أمان وسلام. نعم، كذلك نسأل الله السلامة لجميع شعبنا العراقي وجميع بلدان العالم. الدكتور عباس فرهود حسين، يعني كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.